السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن وجبة ممتازة جدا لكل الاطفال الرضع، وخاصة الاطفال اللي بيعانوا من النحافة او قلة الوزن نتيجة نقص او سوء التغذية. خليكم معانا في البداية، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. قبل ما نتكلم على وجبة النهاردة، في 5 نقط لازم اقولهم في الاول عشان كل حاجة تبقى واضحة. اول حاجة، وجبة النهاردة مسموحة للاطفال الرضع من بعد الشهر السادس. تاني حاجة، الوجبة دي تنفع لكل الاطفال الرضع سواء الطفل بيعاني من النحافة او لا. الاختلاف هيبقى لو عايزين نديها للطفل علشان وزنه قليل وعايزين نزود وزنه، يبقى نديها للطفل كل يوم. لكن لو ده طفل عادي وزنه مش قليل، نقدر نقدمها للطفل مرة واحدة او مرتين في الاسبوع. الحاجة التالتة، الوجبات اللي بنعملها على القناة لزيادة وزن الاطفال بتبقى مخصصة للاطفال اللي بيعانوا من النحافة او وزنهم قليل، او التعليمات اللي بنقولها للاطفال دول بتبقى مخصوص للاطفال دول. لو طفلك وزنه طبيعي ما تحاوليش تزودي وزنه عن الوزن الطبيعي، لانها حاجة مش كويسة بالنسبة للطفل. لو عايزة تعرفي الوزن والطول الطبيعي للطفل حسب عمره، هتلاقي الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. الحاجة الرابعة، لو جربتي كذا مرة تدي وجبات او وصفات لطفلك الرضيع لزيادة الوزن وطفلك برضه مش بيزيد في الوزن، يبقى وارد جدا الطفل ده تبقى المشكلة عنده مش في التغذية، وارد ان الطفل ده يكون عنده مشكلة مرضية محتاجة تتشخص وتتعالج. وعلشان كده فيديوهات التغذية بتاعتي كلها دايما بأكد على نقطة مهمة، ضروري ان احنا نتابع وزن الطفل ونموه وتطوره بانتظام مع طبيب الاطفال المعالج، علشان الدكتور لو لقى حاجة غريبة في الطفل يشخصها ويتدخل من بدري. فمش كل حالات نقص الوزن لازم المشكلة تبقى في التغذية، في اطفال عندهم نقص وزن نتيجة مشاكل تانية، زي بعض الاطفال مثلا اللي عندهم نقص في هرمون النمو، هنلاقي الطفل ده نموه متأثر. مهما تأكل الطفل ده، نمو الطفل ده مش هيتحسن غير لما نشخص المشكلة عنده ونعالجها بشكل صحيح. المعلومة دي مهمة جدا ولازم أأكد عليها قبل ما أتكلم على وجبة النهاردة. طيب إيه وجبتنا النهاردة ونحضرها إزاي ونديها للأطفال إزاي؟ وجبة النهاردة هي وجبة الشوفان بالسمك. اشمعنى اخترنا الشوفان بالسمك وايه علاقتهم بالنمو؟ الشوفان والسمك كل واحد فيهم يعتبر كنز غذائي كبير جدا، وفي محتوى غني جدا يزود وزن الطفل ويزود طوله ويزود قدراته العقلية ويرفع مناعته كمان. طيب ايه الحاجات اللي موجودة فيهم؟ اول حاجة، الشوفان والسمك اغنية جدا بالبروتينات عالية القيمة، ودي مهمة جدا علشان الطفل ينمو، مهمة عشان بناء العضلات، مهمة عشان تصنيع الهرمونات داخل الجسم. كل دي حاجات مهمة عشان عملية النمو. تاني حاجة، السمك والشوفان أغنية بالكالسيوم، وده مهم جدا عشان بناء العظام. مفيش نمو كويس من غير عظام قوية أو من غير نمو كويس في العظام. الحاجة التالتة، السمك غني بفيتامين د، كلنا عارفين فوائد فيتامين د اللي بيزود امتصاص الجسم من الكالسيوم وبيقوي العظام وبيقوي الأسنان وبيرفع مناعة الأطفال. الحاجة الرابعة، الشوفان فيه سعرات حرارية ممتازة جدا، يعني هندي الطفل ده طاقة تساعده على النمو. هنا بقى هتيجي المشكلة اللي ناس كتير دايما بتتكلم فيها، ازاي يا دكتور بتقول ان احنا نستخدم الشوفان لزيادة وزن الاطفال وبنشوف ناس تانية بتقول الشوفان بنستخدمه علشان التخسيس؟ هقول لحضراتكم الفكرة هنا في الكمية اللي هنديها للطفل من الشوفان. 100 جرام من الشوفان فيهم 400 سعر حراري تقريبا، وده رقم كبير جدا جدا جدا. الشوفان هنا لو استخدمناه بكمية كبيرة هيدينا سعرات حرارية ممتازة جدا وهيزود الوزن. لكن لو حد عامل ريجيم يقدر يستخدم الشوفان علشان بيحسس بالشبع، لكن لازم يستخدم كميات قليلة، لانه لو اخده بكمية كبيرة وزنه هيزيد، يبقى الموضوع هنا هيعتمد على الكمية. استخدامه في الرجيم نابع من نقطة ان الشوفان فيه الياف كتير، والالياف بتحسس بالشبع، علشان كده بيدوا منه كميات قليلة جدا علشان تحسس الشخص اللي بيعمل رجيم بالشبع. لكن هنا احنا بنتكلم على ان احنا هندي الطفل شوفان كل يوم وهندي كمية كويسة، وكمان احنا بنتكلم على طفل رضيع، طفل احتياجاته من السعرات الحرارية قليلة، ف
فالشوفان هنا هيديله كمية سعرات حرارية عالية هتسمح له بإنه وزنه يزيد، وفي نفس الوقت الشوفان هيدي سعرات حرارية ولكن سعرات حرارية مفيدة مش سعرات حرارية فارغة. ما بنديش الطفل ده سكر على الفاضي علشان نزوده دهون، لا ده احنا بنديله بروتينات وبنديله طاقة وبنديله فيتامينات ومعادن وبنديله كالسيوم، حاجات كلها مغذية ومفيدة جدا. فدي النقطة بتاعت الشوفان. نرجع تاني لموضوعنا، الشوفان غني بالزنك، والزنك عنصر مهم جدا لزيادة طول الأطفال، ومهم جدا لتقوية مناعة الأطفال، ومهم جدا في نمو الأطفال بشكل عام. كمان عندنا الشوفان غني بالألياف، والألياف هنا هتحسن عملية الهضم وهتعالج عسر الهضم وهتعالج الإمساك عند الأطفال اللي بيعانوا من الإمساك. كمان الوجبة دي غنية جدا بمجموعة فيتامينات ب مركب، ودي بتعتبر فاتح شهية طبيعي وقوي جدا، يعني الوجبة دي هتفتح شهية طفلك للأكل وتخليه ياكل بعد كده بشكل أفضل. الوجبة دي فيها كل المميزات اللي قلنا عليها، بروتينات ممتازة للنمو، سعرات حرارية ممتازة للنمو، كمان فيتامينات ومعادن، وجبة متكاملة ممتازة جدا لكل الأطفال الرضع وخاصة الأطفال اللي وزنهم قليل أو بيعانوا من النحافة. طيب نحضر الوجبة دي ازاي وندي للطفل منها كام مرة؟ الوجبة تحضيرها سهل وبسيط جدا. حضرتك هتجيبي مقدار نص كوباية من الشوفان، وبالمناسبة الشوفان اللي بنستخدمه هو الشوفان العادي، لان في ناس بتبعت تسألني هل في نوع من الشوفان مخصص للأطفال؟ مفيش شوفان للأطفال وشوفان للكبار، الشوفان هو حاجة واحدة، لكن نحاول نختار نوع كويس من ضمن الأنواع اللي موجودة قدامنا. هنجيب مقدار نص كوباية من الشوفان ونحطها في حلة ونحط عليها شوية مية صغيرين يدوب يغطي الشوفان، ونسيبهم على النار لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة لحد ما الشوفان يبوش تماما أو يبقى مهروس تماما، وبعدين نهرسهم كويس ونجيب أي نوع عندنا من السمك متوفر. وبالمناسبة لما نيجي نجيب سمك نحاول على قد ما نقدر نجيب السمك اللي حجمه صغير، كل ما كان حجم السمكة كبير كل ما احتمالية احتوائها على بعض المعادن الثقيلة زي الزئبق بقت أكبر. فنحاول دايما نجيب الأسماك اللي حجمها صغير، وطبعا نحاول نجيب من مصدر ثقة علشان نضمن ان الحاجة اللي بنديها لأطفالنا تبقى في أفضل حال. هنجيب مقدار نص سمكة صغيرة وهنسلقها على النار لفترة كافية، وبعدين هنفصصها وناخد اللحم بتاعها نحطه على الشوفان اللي عندنا ونهرسه كويس جدا أو نضربه في الخلاط بشكل ان احنا نخلي قوام الوجبة في القوام الملائم لعملية البلع بالنسبة للطفل. كل أم عارفة طفلها بيحب ياكل الأكل في أي قوام، قدمي الأكل لطفلك في القوام اللي بيفضله. دي كده وجبة النهاردة. لو هنقدمها لطفل رضيع من بعد الشهر السادس لحد عمر سنة مش هنضيف عليها الملح، لكن نقدر نضيف بعض التوابل لو عايزين، نقدر نضيف شوية كمون أو نضيف أي توابل تانية، لكن طبعا ما تبقاش حارة. لو طفل عمره أكبر من سنة نقدر نضيف شوية ملح صغيرين لو كنا عاوزين. بعض الأمهات هيقولوا لي طب يا دكتور أنا ابني ما بيحبش السمك، ممكن أستخدم إيه تاني؟ ممكن تستخدمي بدل السمك الدجاج، برضه هيقدم قيمة غذائية ممتازة وهيقدم محتوى من البروتين ممتاز جدا. طيب أقدم للطفل الوجبة دي قد إيه؟ لو كان ده طفل رضيع عادي خالص وزنه مش قليل وزنه طبيعي، يكفي إن أنت تقدميها للطفل مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع هتبقى ممتازة جدا. لو ده طفل بيعاني من النحافة نتيجة نقص التغذية أو سوء التغذية، تقدري تقدمي الوجبة دي للطفل كل يوم وتابعي النمو بتاعه بانتظام مع دكتور الأطفال، هتلاقي وزن الطفل اتحسن كتير جدا. لكن برضو هأكد للمرة التانية لازم نتأكد ان الطفل ما عندوش مشكلة صحية هي اللي مأثرة على النمو او مأثرة على الوزن. لو كل المشكلة نقص تغذية او سوء تغذية فالوجبة دي هتعمل نتائج ممتازة جدا في زيادة وزن الطفل. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.